انطلقت الأحد في مولدوفا انتخابات برلمانية ستحسم اتجاه البلاد نحو دائرة نفوذ روسيا أو الاتحاد الأوروبي. وتظهر الاستطلاعات أن الرأي العام منقسم على نفسه بعمق بشأن ما إذا كانت تلتزم بالطريق المؤيد لأوروبا الذي ينتهجه ائتلاف حاكم يمثل يمين الوسط، أو تغيير الطريق والانضمام للتكتل الاقتصادي الذي تقوده روسيا، وهو ما يؤيده الاشتراكيون الذين حققوا نتائج قوية. وكانت مولدوفا قد وقعت وصدقت على اتفاق سياسي وتجاري بعيد المدى مع الاتحاد الأوروبي يتمتع بموجبه مواطنو مولدوفا بالسفر دون تأشيرة لأوروبا الغربية، ويقول معلقون إنه يصعب تخيل حصول أي قيادة جديدة على دعم شعبي في حال تحولها بشكل كامل عن هذا النهج والاتجاه نحو موسكو. وعشية الانتخابات ظهرت نقطة خلاف جديدة مع روسيا عندما استبعدت محكمة عليا حزبا يقوده رجل أعمال روسي، وتقول موسكو إن استبعاد حزب الوطن الأم أثار شكوكا خطيرة بشأن الانتخابات. وأظهرت روسيا المورد الرئيسي للطاقة لمولدوفا استياءها من اتجاه مولدوفا نحو أوروبا من خلال حظر استيراد الصادرات الأساسية للبلد الفقير الذي يبلغ عدد سكانه 3.5 مليون نسمة وتجاوره أوكرانيا ورومانيا العضو في الاتحاد الأوروبي. وتعطي استطلاعات الرأي الأحزاب الثلاثة المؤيدة لأوروبا والتي تشكل الائتلاف الحاكم نحو 40% من الأصوات للحصول على مقاعد البرلمان المؤلف من 101 مقعد، لكن هذا التحالف يعاني من الخلاف والتناحر. في الوقت ذاته ستواجه حملة مولدوفا للاندماج مع أوروبا تعقيدات كبيرة مع تحقيق الاشتراكيين نتائج قوية ومعارضتهم بشدة للاتحاد الأوروبي وتأييدهم للانضمام لاتحاد جمركي برئاسة روسيا. جيهان لطفي، رويترز.